الشاي هو ثاني أكثر المشروبات شعبية على مستوى العالم بعد الماء. تعد الصين والهند من أكبر منتجي الشاي، بالإضافة إلى سريلانكا وفيتنام وإندونيسيا. عام 2020 تصدرت باكستان الدول المستوردة للشاي، حيث بلغت قيمة وارداتها من الشاي حوالي 599 مليون دولار أمريكي، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بواردات تقدر ب 474 مليون دولار، حيث يشرب 159 مليون أمريكي الشاي يومياً. المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بواردات شاي تقدر بحوالي 349 مليون دولار، إذ يستهلك الفرد البريطاني حوالي 165 لترا من الشاي سنوياً. وفي المنطقة تأتي مصر في المركز الخامس عالمياً، وفي 2020 تجاوزت إيراداتها من الشاي 197 مليون دولار. وعام 2021 صدرت الصين حوالي 3.18 مليار كيلوغرام من الشاي، وهو ما يعادل ربع حجم الصادرات العالمي، ويعد المغرب في طليعة مستوردي الشاي الصيني.